مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر، فضيحة جديدة لمجلس مدينة الدار البيضاء. كنتمنى التفاعل ديالكم، الناس اللي مهتمين بالبيئة وبالتنخيل ديال مدينة الدار البيضاء والفوضى اللي كتشهدها مدينة الدار البيضاء من صفقات مشبوهة. اللي كنتمناو من الوالي الجديد لمدينة الدار البيضاء أنه يفتح فيها تحقيق، لأن هذا المال العام، هذه فلوسي وفلوسك وفلوسنا كاملة كتضيع بسبب عدم اللامبالاة وعدم الاهتمام. لكن تواجدوا بالقرب من المارينا في المنتزه ديال المسجد الحسن الثاني، أزيد من 35 نخلة شرات من المال العام، شرات بفلوس الفقراء والضعفاء، ماتت بسبب الإهمال. شنو الجواب ديال مجلس المدينة في هاد الفضيحة؟ لأن مجلس المدينة هو المكلف بالمنتزه ديال مدينة ديال مسجد الحسن الثاني، هذا أكبر منتزه كاين في مدينة الدار البيضاء. للأسف حتى حاجة مبقات فيه، كله كرم كله خسر. وهنا كنعرفوا بأن النخل الثمن ديالو غالي، للأسف ما كايناش الصيانة، ما كايناش المراقبة، ما كاينش تتبع. شراو فلوس كثيرة، ميزانية مهمة، في الأخير حتى حاجة ما بقات، كله كرم. كنتمنى البارطاج من عندكم، بغيت البارطاج في هذا الملف هذا، لانه ملف مهم ومهم جدا. كيف يعقل ان النخل شرا فلوس الشعب بميزانيه كبيره تصبح بهذا الشكل؟ علاش وكيفاش؟ تخيلوا هنا في هذا المنتزه كيجيو السياح، هنا في مارينا كاينين المستثمرين، كاينين شركات اجنبيه، شنو غادي يقولوا على هادشي؟ حتى حاجه في النخل مابقات صالحه، النخل كامل فا. ما دايرينش شركة خاصة بالمراقبة والصيانة بسقي هاد المساحة الخضراء، يشوفوا النخل شنو خاصو، يعني كان خاصو الأدوية، عطيو الأدوية، كان خاصو السماد، عطيو السماد، كان خاصو السقي، عطيو السقي، راه ميمكنش. هنا كنتكلمو على أزيد من 35 نخلة كلها في شهر، حتى حاجة ما بقات. نقول لكم بأن المغرب فيه فلوس، فلوس كاينة، شنو غادي يوقع؟ حيدو هادشي وجيبو نخل آخر، لأن الفلوس كاينة، مكاينش مشكل، صافي خسر الله يعاون، أرى واحد آخر ثاني، الله يجيب شي ميزانية، الله يجيب شي هوسة أخرى، وين كتسمى الهوسة؟ في أمام مسجد الحسن الثاني، بغيت غير الرأي ديالكم، واش أنا كنخربق ولا كندير على حق، ولا هادشي عادي ولا غير كنخربق؟ في هاد المنتزه كيف قلت لكم بأن السياح كيجيو، شنو غادي يشوفوا؟ النخل كارم ميت،
من غير بعض الدول الإفريقية أو أغلبية الدول الإفريقية، وكذلك منها المغرب ومنها مسؤولية المدينة الدار البيضاء. ما يمكنش هذا الشيء يكون عادي، ما يمكنش بنخل بيتفرد فلوس كثيرة، ميزانية كبيرة، وتم خلق منتزه جميل أمام المارينا وأمام مسجد حسن الثاني. هناك شركات أجنبية وهناك مستثمرين وهناك سياح. شوفوا هذه الصورة. كنتمنى أنا من الوالي ديال مدينة الدار البيضاء الجديد اللي بدا الاشتغال، بدات الأمور كتبان إلى الخدمة في مدينة الدار البيضاء. كنا بغينا التحقيق كذلك كيف مقام بمراسلة عمدة مدينة الدار البيضاء بشأن تعيين سيدة متابعة في العديد من القضايا الخاصة بالعقار. شكايات كثيرة تم وضعها من طرف مستثمرين منعشين عقاريين بهذه السيدة، وتم تعيينها في مجلس المدينة على رأس قسم التعمير. أفير وشنو أفير؟ كما كتعرفوا قسم التعمير وما أدراك ما قسم التعمير. كلشي باغي هاد القسم هذا، كلشي باغي يشدو. وهنا كذلك مساءلة بخصوص هاد الفضيحة اللي كاينة هنا في المنتزه المارينا بالقرب. أبو واحد السياح شوف شوف هادي، شوفوا هادو هما السياح هادي، شوفوا هادي عندهم أباراي كيصوروا كل شيء. هذا السياح شنو غادي يشوفوا؟ من خلنيت كارم. كنتمنى أنكم تبارطاجيو إذا كان الموضوع كيهمكم، عندكم غير على هذه المدينة. كاين شي كارونتي في هادشي؟ واش انا بغيت نعرف غير شكون اللي كيبيع لهم النخل، لان ما يمكنش مدينة الدار البيضاء اصبحت كلها نخل. اللي عنده الفلوس يدير بروجي ديال النخل، انا كنقول لكم اللي عنده الفلوس يدير بروجي ديال النخل، لان النخل ولات فيه فلوس، ولات فيه الجميلة صحيحة. السلام المتقي، كل نخلة كتقام ب 10,000 درهم. أحسن أسيدي، عندك أكثر من 35 هذه الدرهم كاينة هنايا تقريبا. المنتزه خسرت عليه ميزانية كبيرة، الملايات خسرات على هذا المنتزه، وفي الأخير أصبح بهذا الشكل. راه ما يمكنش، راه ما تخش العقل أن منتزه بالقرب من المارينا خسرت عليه ميزانية مهمة ويتهمل بهذا الشكل. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، للأسف هذا ما يقع من تسير أو هذا مستوى التسير في مدينة الدار البيضاء. كان من المفروض أن تكون شركة ديال الصيانة، شركة ديال المراقبة ديال السقي،
اذا غادي نوصل لنهايه المباشر للاسف. انا عطيتكم وحطيتكم في الصوره وكذلك مسؤولي مدينه الدار البيضاء اكيد ما غيجبدوش الفلوس من جيبهم، الفلوس موجوده وراكم عارفين شنو واقع. سيبا تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. بارطاجيو هذا موضوع خاصو يتم فيه تحقيق ونعرفوا المسؤولين اللي تسبوا في هذه الكارثه.